Good morning, everyone. كيف فينا نحرق دهون وننزل بودي فات نحن وقاعدين بهالحجر محبوسين بالبيت؟ ما فينا نظهر، ما فينا نروح على النادي، ما فينا نعمل شيء. كيف فينا نحرق بودي فات؟ رح أعطيكم إياها step by step، وقد ما فيني أعلمكم شو تعملوا تقدروا تحرقوا دهون للماكسيموم. انتوا قاعدين بهاللقطه، انا بنظري هلا هي فرصه لتتعلموا اكثر كيف جسمكم ماشي، لتتعلموا اكثر عن الاكل، عن النظام الغذائي، لانه اهم شيء تقدر نحرق دهون نقدر نعرف نعد الكالوريز تبعنا. يعني بدي كل شخص منكم عباله عن جد جدي بده يحرق دهون يبلش يعد الكالوريز تبعه. يعني كل جرام بروتينز في 4 كالوريز، كل جرام فات في 9 كالوريز، كل جرام كاربس في 4 كالوريز. صارت هينة كتير بهالايام، فيكم تنزلوا ابلكيشن اسمها كالوري كاونتر، فيها تكون ماي فتنس بال او غيرها، كالوري كاونتر، وبتعدوا كل واحد بيعد الكالوريز تبعه قد ايه بيحرق وبيحسب قد ايه عم ياكل بالنهار. بس نعد هالكالوريز تبعنا بنصير عارفين نحن قد ايه عم ناكل بنهار تقريبيا. ويوجولي في عندي 3 انواع من الناس، في عندي ناس بتاكل كالوريز بكميه كتير كبيره، في عندي ناس بتاكل كالوريز بكميه وسط، وفي عندي ناس بتاكل كالوريز بكميه خفيفه ما بتكتر كالوريز. طيب كيف نعرف جسمنا قد ايه بيحرق كالوريز؟ في عندي كذا نقطة تجمعهم تفهم جسمي شو بيحرق وكيف بيحرق وقد ايه بيحرق وشو هن الالمنتس اللي بخلونا نحرق أكتر. أول شي في عندي البي ام ار. البي ام ار هي البيزل ميتابوليك ريت، يعني قد ايه جسم بيحرق هو لوحده نحن ومرتاحين، نحن وما عم نتحرك، نحن ونايمين. في عندي كمية معينة من الكالوريز جسمي بيحرقهم. في ناس بتحرق أكتر من ناس، بس كل واحد عنده بي ام ار معين. في شغلة تانية لازم نضرب حسابها هي thermic effect of food، يعني كل نوع أكل اليوم بيحرق كالوريز نحن عم نهضمه. الدهون إجمالا بس ناكلهم الهضم تبعهم ما بيحرق أبدا كالوريز. النشويات بيحرق شيء بسيط، اكثر شيء بيحرق كالوريز بالهضم تبعه هو البروتينات. بس ناكل بروتين الثيرميك افكت تبعهم بالحرق بالمعده، الجسم بده يحرق كالوريز تيقدر يهضمهم، اكثر شيء هو البروتينات. في عندي الاكسرسايز، التمارين بتحرق كتير وبتاثر كتير على قد ما قد ايه عم نحرق بالنهار. تمارين كتير بتحرق، الويت تريننج ممكن يحرق 500 ل 700 كالوري ل 800 كالوري بالساعة. الكارديو كمان نفس الشيء، هول كلهم بيحرقوا كالوري. ورابع نقطة بدي أحكيكم عنها لازم الواحد ينتبه لها تيعرف قد ايه بيحرقوا كالوري بالنهار، هي النيت، يعني النون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس. يعني تفسركم اياها بالعربي، يعني كل انسان قد ايه بيحرق بالنهار بلا التمارين تبعه. يعني اذا انسان بضل واقف كل نهار بيروح وبيجي بيساعد بيمشي بيتحرك، هيدا بيبقى عنده النيت عالي بيحرق كتير بالنهار. انسان تاني بيقعد كل نهار ورا المكتب النيت تبعه واطي. سو كل هول 4 elements، ان كانوا النيت، ان كانوا البي ام ار، ان كانوا thermic effects of food او الاكسرسايز، هني بيكونوا قد ايه عم نحرق بالنهار. بقى صرنا نعرف تقريبا قد ايه عم ناكل، وصرنا عم نعرف تقريبا قد ايه عم نحرق. هول كتير مهمين لنبلش نفهم جسمنا كيف عم يمشي تنعرف نحرق بودي فات، تنعرف نمشي لقدام. هلا اذا نوع جسمنا مثلا طلعنا بناكل بشكل قليل كمية قليلة وجسمنا ما عم يحرق، في عنا هيدا النوع. يوجولي هيدا النوع الصعب كتير،
يعني اذا الجسم اذا ما بناكل بناكل كل النهار، نحن بناكل كميه كتير قليله وما عم نحرق، ف ما بدنا نلاقي طريقه لنعلي الميتابوليزم لانه جسمنا بيحرق بكميه اصلا قليله وهذا شيء منه منيح. بدنا نجرب نلاقي طريقه لنعلي كميه الحرق بالجسم. كيف فينا نعلي كميه الحرق بالجسم؟ اول شيء بنزيد كميات العضل بالجسم، مجرد ما تمرنا وعملنا ويت تريننج بيزيد العضل بالجسم. يعني كل 2.2 كيلو بالجسم عضل بيزيدوا لنا البي ام ار 200 كالوريز. يعني ما نفكر فيها من هالناحيه، ما نزيد البي ام ار هيدا حل. ما نزيد الثيرميك افكتس اوف فود، مجرد ما اكلنا بروتينز اكثر الجسم بيصير يحرق اكثر. ما نجرب نعلي الميتابوليزم، ما نزيد الاكسرسايز اكتيفيتيز، يمكن ما عم نتحرك بالخالص، اذا تحركنا بصير جسمنا يحرق اكثر. وما بدنا نزيد قد ما فينا الحركه بخلال النهار. يعني اذا نحن بنقعد كل النهار بالمكتب بدنا نجرب بركي نعد ستيبس. في عنا على تليفوناتنا او على ساعاتنا سمارت ووتشز بيعدوا لنا ستيبس، بنشوف شو عنا حركه بالنهار وبنصير يعني نحط جولز تنزيدها لهالحركه. مجرد ما زادوا ستيبس كمان بنكون عم نزيد كميه الحركه وكميه الحرق بالنهار. عندي هولي الاربع نقط. يوجوالي بس يجيني شخص انا ما بيحرق بشتغل على هالاربع نقط وبشتغل على نقطه تانية كمان زياده خامسه واساسيه، بزيد له كميه الاكل. هلا بدكم تقولوا لي ايه اذا زدت لنا كميه الاكل رح يزيد وزننا، صح، بس اوقات ما نضطر ناخذ فشخه للخلف تنقدر نمشي لقدام. ما في مجال، يعني الانسان اللي معود ما ياكل بقى بالخالص وطيت الميتابوليزم تبعه كتير جسمه بطل عم يحرق مش معود ياكل، بدي اضطر غذيه بالاول حط له اكل زياده. يعني مش ضروري حط له اكل كميات هائله، 10% بلش له كل جمعتين تشوف اذا جسمه بيتأقلم وبيعلي. أكيد جسمه راح يتأقلم وراح يعلي الكالوريز، ساعتها بيصير عندي مجال أتحرك. لأنه إذا شخص اليوم بيأكل كتير فوق الزوم هين كتير بعمل له كات للكالوريز 10% كل فترة، وهلأ بشرح لكم كيف بعمله. بس إذا شخص ما بيأكل شيء وما بيحرق ما نلاقي طريقة لخليه يحرق أكتر ولخليه يتعود جسمه يأكل أكتر تتعلى هالميتابوليزم أكتر تنرجع نقدر نشيل منه. لأنه في عندي ليميتس. يعني اليوم اذا انسان بياكل 1000 كالوري ما عم ينزل وزنه، انا اذا نزلته ل 800 او ل 600 شو بكون عم بعمل فيه؟ عم بقطع له الغذاء عن جسمه، وهذا شيء منه صحي ابدا، وهذا شيء ضد الضمير وما بيسوى ينعمل. مش كرمال نزله كيلو بالجمعه ونص كيلو بالجمعه بروح له صحته للانسان. هيك ما نفكر، وكل انسان اليوم بده يفكر بصحته بحاله. نزله الكالوريز منه شيء صحي ابدا اذا نزلنا تحت الزوم. بس اذا عم ناكل بكميات كبيره وخصمنا منهم 10% ما راح تأثر، بالعكس بينزل وزننا وكل شيء. بس اللي ما عم ياكل بده يضطر يزيد. هلا اللي بياكل مودريت كمان ما عنده مشكل فينا نخصم له منه، بس اللي ما بياكل بالخالص وبده ينزل وزنه مش عم يقدر، لا، هيدي ما نتعامل معها بغير طريقه. انا ما عم بعطيكم الحالات كلها والحالات الاكستريم لتصيروا تعرفوا شو بنواجه يوجوالي تنقدر ننزل البودي فات. هيدي عم بحكيكم اشياء بتصير على الارض مش بس بالثيوري، على الارض. اليوم بدي الفلكم نظركم قبل ما كمل بنقطة الحرق، لازم نفهم شغلة. في شيء اسمه ماكرو نوتريانز بالأكل. من شو مؤلف الأكل؟ كنت قلت لكم من شوي البروتين، كل جرام بروتين في 4 كالوريز. يوجوالي أنا بفضل إذا حدا بده يبلش هو يحسب لوحده الكالوريز تبعه يبلش يفكر بهالطريقة. بما أنه نحن بدنا نزيد الثيرميك افكت اوف فودز، أنا بفضل علي البروتينز بالأكل. هذا الشيء بيساعد على حرق الدهون أكثر وأكثر. أكيد في ليميتس. فينا نحط جرام لكل كيلو بالجسم. يعني اذا بدي احكي مثلا الوزن، سوري 2.2 جرام لكل كيلو بالجسم. اذا بدي احكي الوزن الشخص 100 كيلو بده ياكل 220 جرام بروتين. هيدا اكزامبل. بروتين بيسد له نفسه، بحافظ له على الكتله العضليه تبعه وبيزد له اياها، بيحرق كمان بكميه بالمعده من وراء الثيرميك افكتس اوف فود. شيء كثير مهم الانسان يزيد البروتينز باكله. الكربوهيدرات
رح أوصل لها بالآخر. هلأ رح أحكيكم عن الفاس. لازم ناكل دهون. كل جرام دهون فيه 9 كالوريز. كل جرام دهون فيه 9 كالوريز. أنا بدي كل شخص اليوم على حساباتي يكون عم يأكل لكل كيلو بجسم 0.9 جرام. هيدي الفورمولا من الفاتس. يعني إذا شخص وزنه 90 كيلو فور إكزامبل بيكون عم يأكل، أنا حسبت الإكزامبل قدامي، بيكون عم يأكل 80 جرام فاتس بالنهار. الفرق بيبقى للنشويات. النشويات بيكون الفرق، يعني إذا شخص عنده 3000 كالوري أكل وزنه 90 كيلو أكل 2.2 جرام بروتين، بيكون حط بجسمه تقريبا 200 جرام بروتين، حط 80 جرام فاتس، الفرق بيبقى 1500 كالوري من هال3000 نقصهم على 4 لأنه كل جرام كاربس في 4 كالوريز، بيبقى الفرق 1500 كالوريز من الكاربس، يعني تقريبا 50% من الكالوري انتيك تبعه كاربس. بس الإنسان بده ينزل دهون بده يبلش يفكر كيف بده يخصم من الكالوريز. هلا فينا نخصم من الكاربس، فينا نخصم من البروتينز، فينا نخصم كالوريز من الفات. يوجولي انا بحب اخصم 10% بالاول، كل فتره بخصم 10%. كل شخص شيء. هلا الشخص اللي ما بيتحرك بالخالص فضل اخصم له كالوريز من الكاربس اكثر، شوي صغيره ممكن من الفات. الشخص اللي بيتحرك كتير فضل اخصم له من الفاتس اكثر اول مرحله، اخر مرحله بخصم له من البروتينز، بترك الفات الكاربز للاخر. كل شخص مفروض نخصم من مطرح شيء. هلا في شخص ان جنرال اذا ما بيعرف يخصم 10% من كل شيء فرد مره، بيعمل حساباته وبيخصم 10% من كل شيء. اورايت. هل 10% فيها تنخصم من الاكل؟ هيدا حل. فينا ما نخصم من الاكل، نزيد 10% كارديو، نحرق، نعمل تمارين قلبية، كمان هيدا حل. ام سبوز انه نحن اوريدي عم نعمل ويت تريننج سبوز. وفينا نعمل 5% من الاكل 5% من زيد كارديو. يعني اذا عندنا على 300 كالوري 150 كالوري بنشيلها من الاكل، 150 كالوريز بنزيدها على تماريننا القلبية على الكارديو. فينا نحطها HIIT، فينا نحطها LISS low intensity steady state cardio، فينا نحطها من هالنقطتين. وبيبلش الجسم يتجاوب، بينزل كالوريز الجسم، بينزل بودي فات الجسم. بخلال الجمعة مفروض ينزل بهالحالة نص كيلو بالجمعة. بينزل أول جمعة نص كيلو، تاني جمعة نص كيلو، تالت جمعة 300 جرام، رابع جمعة 200 جرام، خامس جمعة ببطل ينزل. نوصل لمطرح كلنا بنعلق، كل حدا بيعلق بمطرح. يجولي ليه بنعلق؟ لأنه الميتابوليزم تعمل أدابتيشن، بشوف الجسم أنه عم يفدله كمية قليلة من الأكل بيوطي كمية الحرق تيقدر يحمي حاله. الجسم ما بيعرف أنه عم نعمل دايت، الجسم بده يحمي هالدهون اللي موجودة فيه. شو بيصير؟ بيجي بقول أنا لازم أرجع وطي 10% كالوريز، فيني كمان وطيه 5% كارديو 5% أكل، برجع بوطي، بيرجع بينزل. نعتبر شلنا 2 ل 3 كيلو كمان بهالطريقة. كل جسم شي في أجسام تعمل أدابتيشن قبل غيرها، برجع بقول لكم. هلا نضلنا ننزل 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 ننزل، نوصل لمطرح بنوصل للدينجر زون. يعني إذا نزلنا بالكالوريز لمطرح كثير أنسيف بكمية كثير قليلة رح نبلش نأذي حالنا. هو ما ننتبه، مجرد ما نزلنا لمطرح ما فينا بقى ننزل عنه، بدي فسير فوت هون ريفيد بيريد او ريفيد داي او ريفيد ميل. شو يعني؟ في ناس بسموها تشيت ميل، في ناس بسموها كل انسان بسميها شيء. انا بدي اوصف لكم اياها بطريقة انه برجع بغذي جسم بكالوريز معينين تارجع اعطي هالميتابوليزم بوست تيرجع الجسم يحرق عن اول وجديد. ليه؟ لانه ما عاد فيني انزل اكثر، خلص وصلت للابر ليميتس تبع الجسم. هيك بنكون عم نرجع نعطي بوست، نعطيه سبارك للجسم ليرجع يحرق اكثر. بالنهايه انا بدي اقول لكم شغله، ما في غنى عن إنسان يرجع يلقط أكله إذا ما نفكر
انه فيني احرق وانزل دهن اذا ما تعشيت واذا ركضت زياده بالنهار. هيدي طريقه همجيه وإلى حدود ما بتوصلنا لمطرح كتير بعيد. ما نجرب نلاقي طريقه، لاقي طريقه علميه تقدر توصلنا 100% محل ما نحن بدنا. ما اذا فكرنا بهالطريقه بنوصل. اذا فكرنا بطريقه تانية انه نوقف عشاء، ما يمكن نكون عم نتغدى دبل وتريبل، نتروق اكثر واكثر وعم نحرم حالنا ساعتها من العشاء على الفاضي لانه مجموع الكالوريز تبعنا كتير عاليين. يمكن ما نكون عم ناكل بروتين اناف، اذا ما اكلنا بروتين اناف يمكن عم نكون عم نخسر عضل، ونحن هذا الشيء منه مناسب لنا. ما نفكر بكثير امور اليوم. وبدي منكم اخر شيء تتاكدوا من النوم تبعكم، من الهايدريشن تبعكم، قد ايه عم تشربوا مي. وبدي الليفل اوف ستريس يضل واطي. كثره ستريس بتعلي لنا الكورتيزول. بس يعلى الكورتيزول بالجسم، هذا هرمون ستريس، الجسم ببطل يحرق فات، بالعكس بصير يزيد فات. سو قد ما فينا منخفف ستريس لحالنا بصير جسمنا يحرق اكثر. هولي هني نصايح لألكم هلأ بهذه المرحلة. تعلموا كيف تحافظوا على جسمكم وتحسبوا كالوريز. صارت كتير هينة إذا بتنزلوا أبليكيشنز، إذا بتقعدوا بتعملوا ريسيرش أكتر. كل اليوم النقط لعتيتكم إياهم، كل نقطة بنقطتها فيكم تفوتوا. إذا بتعرفوها كتير منيح لكن بتكونوا حليتوا كل المشكلة. إذا ما بتعرفوهم مش غلط، أنا ما كنت أعرفهم، قعدت عملت ريسيرش وتعلمت ودرست عنهم صرت أعرفهم كلهم. فينا نعمل ريسيرش وندرسهم. وإذا حدا بده يضيع وقت في يحكي معنا على CAK-Charbel، بنعطيه نحن نيوتريشن بلان كامل فروم اي تو زي، بلش يتبعه بالبيت، كل شيء محسوب مثل ما هو. واذا حدا ما في حدا يطبخ له بنبعث له الاكل كامل، بس ما حدا يجوع حاله على الفاضي. اجاني سؤال امبارح، اذا عم دونزيل عم تاكل كيتو، كيتو دايت يعني زيرو كاربز، وجبه واحده بالنهار، طيب شو عم تعمل بحاله؟ كيتو دايت وجبه واحده بالنهار، عم تقتل حاله. الانسان ما بيعرف قيمه صحته وقيمه الاميون سيستم او جهاز المناعه تبعه. دغري يلا بشيل بهالاكل كيف ما كان، بلغي الاكل، هذا شيء ما بيصير. So guys I wish you all the best sunday ever. Enjoy your day. See you.